شنو ذنبي يا سامحني غلط مو عقيم تاع وزني سيدي الحسن ما فيك يا ولدي شنيا ذي شنيا ذي يا ولدي يا بدي تشبيك بشوية بابا بشوية هي بشوية 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 اهلا وسهلا ومرحبا معكم سفيان عمرو سيه في الحلقه 9 من برنامج ومواقف. اليوم عندنا حلقه مش عاديه. قبل ما نبدا الحلقه شكرا للناس الكل اللي دعمتونا، وصلنا اكثر من 6000 مشترك. اليوم باش عندنا تجربه في معتمديه القطار قفصه، تو تحديدا صب علينا المطر، معناها انا قاعدين نصور تحت حيط. الحلقه نتاع اليوم باش نخرجوا ممثل من ذوي الحاجات الخصوصيه، انه مقعد على كروسه نتاع معوق ومعها شخص اخر اللي يجي باش يعتدي عليه على اساس انه مسلو كرهبته وضرب له كرهبته، ونشوفوا ردة فعل الشعب التونسي كيفاش رد الفعل. تابعوا معنا لاخر حلقه. ما تنسوش كان انت اول مره تدخل الشان يوتيوب تعمل تدعمنا، تعمل ابوني على الشان يوتيوب، ما تنسوش تعملونا تدعمونا بلي كومونتير بالبارتاج، تبعث لاصحابك تبعث للناس الكل، فرقعوها بالجمال. هاي تابعوا معنا الحلقه. ياكي ساكر فمك كيف تضرب سامحني ساكر فمك قلت سامحني قلت ياكي سامحني الكلبة تخلص انا على جيبي نعم الكلبة اشرحها وتعدى عادي والله ما بالعالي ما ريتها ساكر شوف الحالة على الكروسة شنو هو الميساج اللي تخلص انا على جيبي هذا كان نشم بها الكروسة هذه ولا نشم بها هاي قوم قوم شو ودي اركب يا سكر فمك المعاق ما يعيش معاك ما يعيش معانا يموت المعاق عليش يا سكر فمك قلت سامحني يا معلم ربي لا لا ما سامحكش هاي قوم امشي يا اخوي يا اخوي سامحني لا لا على هذا شنو يا ساعي كابر تصلح انا على جيبي معناه هي حل عينة اعمى معاق واعمى من زيك هي معاق واعمى امشي امشي اعطيني فلوس امشي ما عنديش ما عنديش يتيم راني هي هكا قاعدة تدفع الكهرباء وتمشي تو يتيم ودرا شنو؟ هي وما عنديش انا شنو نعمل؟ ما يشرح لي الكهرباء من بعد تعدى ومن بعد ولا يتيم ومعاق ودرا شنو؟ هي سيدة هي معاق شفت فيه؟ يا دي امشي قوم قوم سامحني قوم يا قوم يا دي امشي قوم بدي صيفاني يوسف سامحني هذا نبيع لك كروس نصلح كان هدي قال هذا شنو يبيع لك كروس نصلح يهدينا يهديك ربي يا بابا يهدينا يهديك ربي يهدينا يهديك ربي يا صاحبي يا راسي هي خمس شهورين باش يشد لك ربي بعد عاد على راحة هي سامحني 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 اذا صلى عليك ربي انا ايش عمل لك لو سامحت تضرب فيه فك مكروف عليه يا معلم تضرباش تحكي معاه بالمنطق خويا هي باهي نحكي معاه بالمنطق برا صلح لي كرهبتي يمشي ما عنديش انا بصلح ما عندكش تصرف معناها تنجم تكسر لي كرهبتي ما تنجمش نصلحها يا رسول الله هي معاق انا شنو مسؤوليتك هو معاق انا شنو مسؤوليتك يا خويا شنو تصرف فيك يا هذيك ربي دبر فيك فاش تصرف ما عنده وين مروح يا ولدي يزي انت ما عنده وين مروح لا لا Thank you.
شكرا. السلام عليكم. شنو مش قاصد هذي؟ بدي سامحني. يادي ما عقين هذا متعودني. بدي سامحني مش قاصد. يادي شنو هذي مش قاصد؟ هذي مش قاصد جزاك ربك عليك. هي كيف قداش جرح كرهبة؟ كملتلك يا معلم مش قاصد قلتلك. شنو هي هذي؟ جرح لك كرهبة. جرح لك كرهبة انسان كيكا في كرسي تجي تشدك كيكا. هي بعقلك انت. هي لو جرح لك كرهبة. هي بعقلك انت. تدري عليا تشبيه يا دار يا جاني يا دير كي عندي نخبز وجهك هي داي سلام معاق كيك سلام معاق كيك تحس عليه معاك سفيان عمرو سيم برنامج موقف فريق الكاميرا تصور فيك وديك الكاميرا وهذا ممثل وهذا ممثل ذنبي سامحني غلط مو حقين تعوزني نحسن الموقف يا ودي شنية ذي شنية شنية ذي يا ودي يا بطيتك شبيك يا بشوية يا باب بشوية هي بشوية بشوية تجربة اجتماعية حاب نشوف رد فعل شاب سوسي اللي يوقف فعل ماهوش معاه في بدور معاه في مخه اللي هي تجربة اجتماعية حاب نشوف رد فعل صمم خويا الهواء
هنا وصلنا لاخر حلقه من برنامج مواقف، الحلقه التاسعه اليوم وصلنا لاخر نتاعها. شكر خاص للناس اللي تبعتنا، شكر للناس اللي ردت فعل بعيناها خزرت وتعدت بالناس اللي ردت الفعل اللي شرفونا. هاكم ريتو قريب نضرب قريب ناكلوا على روسنا، اما يعطيهم الصحه الناس ردت فعل حبت تعاون الناس هذيه، شكر خاص لهم. وميساج للناس اللي راه ماهوش المعوق في اللي قاعد في كروسه، راهو المعوق اللي في راسه اللي افكاره خايبه، اللي هو انسان ضد الانسانيه، الانسان ما نعرفش ما فيش قلبه رحمه، هذاك هو الانسان، ماهوش انسان هذاك، ما تسماش حتى شيء بالنسبه لنا احنا. شفتوا اليوم كيفاش كانت رد فعل الشعب التونسي خاصه اللي هو من القطار، واكيد راه في برشا بلايص في تونس كي هكا وفي برشا دول عربيه. ما تنسوش تعملوا ابوني على يوتيوب، تشتركوا على الباج، وشكر خاص للهلال الاحمر من معتمدي القطار اللي اعطانا الكروسه. ميرسي، بارك الله فيكم، ان شاء الله الحلقه الجايه من برنامج مواقف.